وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟ صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير، وإن صامه قضاء أي بأن كان عليه أيام من رمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يحصل له ثواب القضاء وثواب يوم عرفة. سؤالها الثاني تقول: أسأل فضيلة الشيخ عن حكم من كان عليها قضاء صيام فصامت قبل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، الأيام الفضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولن تقضي صيامها بعد، أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله. الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، فالمشروع في حق هذه المرأة وغيرها ممن عليه قضاء رمضان أن يبدأ بالقضاء أولا ثم بالتطوع. ولو أن هذه المرأة صامت أيام التطوع، الأيام التي يشرع في صيامها بنية أنها من القضاء، لكان ذلك خيرا، يحصل لها فضل صيام هذا اليوم وتبرأ ذمتها بقضاء ما عليها من الصيام. لا. وقد قلنا إن المشروع أن يبدأ الإنسان بالفريضة قبل النافلة.